الو ابو منين؟ جواك الله اخوي، بقي بحياتك. وين انت؟ حيدر وين؟ شفت مهمة؟ بدي اوصل لك، انت خابرك. خويا مو وياي هسه، هو حيدر وين؟ رد نحل السالفة اخو، ما يضل مهجول. هذا طاح يمي، باو علي. هذا وياك، خليه يحكي وياك. السلام عليكم. حياك الله ابو بنين، بقى في حياتك، قوى الله حيلك يا حبيبي. هذا مصابنا اكيد يعني. الله يسلمك الله يسلمك. عماد انت تعرفني؟ الله نعمة حالك. اريد اقول لك شغله. قل لي حبيبي. الله يشهد الله يشهد الله يشهد، انا ما راضي على تصرفات ابوي كلها. وانت تعرفني انا ما اكذب. الله يسلمك الله يسلمك. انا يعني كل اللي اريده نقعد انا وياك وحيدر ونحلها، انفضها يعني، ما رايد الاشي. ايه وانت حيدر يعني صوحبك بعد. ها ايش ديكم؟ بس خوش طابوا على المحل اليوم. يا هل قال لك نواف نواف اجى قدام باوع فرج، كان هنا ونواف اجى فرج القندره كان هنا بالمحل، وانا اريد بس اريد اصدق. طردت نواف قدامه، عاتبني وطردته. عوفنا من هذا الحكي هسه. حيدر وين؟ اريد اقعد اسولف وياه. عماد شنو ما تدربي؟ غير انت وياه. انت وياه شنو مو وياه؟ هسه لا دليني بيه زين هو لو مو زين. عماد قل لي قل باوع قل لي جواد يريد يحكي وياك. زينب شلونها؟ شنو السالفه ابو بنين؟ شو القضيه؟ هسه بس قل لي زينين لو لا؟ يلا خوش قل لي جواد يريد يحكي وياك ورجع لي خبر. ابو بنين ابو بنين بس خلي اقول لك شغله. جواد محشوم، بس يعني اذا ما تثق بجواد انت وانا طاها. الله يسلمك الله يسلمك. انا جدا اشكرك، بارك الله بيك. اشكرك اشكرك باولي. انا ترى ما لحقت، انا من نال المغيسل قبل ومن المغيسل للفاتحه وما شفت ولا واحد، لا شفتك لا شفت حيدر لا شفت واحد، وهذا فرج القندره مشلب بيه. الله يسعدك يا عافية. يلا احكي وياه احكي وياه، قل له جواد احكي وياك ورجع لي خبر. يلا خوش يلا هلا بيك. عافية جواد. عافية شيخ طه. اشكرك بوي جواد. وهاي سالفك بارك الله بيك. القندره طايحت لك. بارك الله بيك. يلا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اعطيني سيجاره مصطفى. وديكم غدا؟ لا ابوي لا لا ناكل منها. جواد ودي لك غدا؟ روح ارتاح ابوي روح ارتاح. يا الله اخوي. شنو هو الشيطان؟ أن الشيطان شكل إلى وجود صورة حيوان، أن الشيطان يتصور كصورة المصارع. Thank you.
لا أخفيكم سراً، كتابة سيرة هاشم تجعلني قلقاً على مصيري من فرج، فهي المدونة الوحيدة الباقية والتي تشكل إدانة لفرج، والذي لن يلتزم الصمت عندما تصبح بمتناول الأيدي. استعنت بصديقي العميد جابر، أحاول الابتعاد عن الناصرية وشوارعها المكتظة بعيون فرج. وجدت من نهر الفرات الذي يقسم الناصرية إلى صوبين ملاذاً مؤقتاً لبعض الوقت. كل شيء يدعو للقلق بالنسبة لي، فالأحداث تتفاقم تتصارع وتشتعل. في اليوم الذي أخرجوا جنازة حسن وقاسم من طب العدلي، ذهب الخاص التار مع المقربين إلى مدينة النجف لدفن الموتى في مقبرة دار السلام. كان هناك تحدٍ من قبل أصحاب حسن، تحدٍ لفرج بأن يقيموا مجلس عزاء على روح حسن وقاسم، وكان العم حبيب هو واجهة هذا العزاء والتحدي معاً. شوية ماي اركض مو سرسع قمت ادخلك للغرفة. خلينا على الحائط شوي، خلينا استند على الحائط. على كيف على كيف، لا تنخبصين باب، لا تنخبصين. شو يلا ماشي، خلي خلي استراح شوي، خلي استراح، ما يتحمل الموضوع، ما يتحمل، لازم اطلع ساعة بس ارتاح شوي. استقر بابا، اكو امور استجدت، لازم اروح عند المحل مال سيد هاشم. والله سد الباب وراي، سدي زين. لم تغلق محلات هاشم لبيع الطحين، فقد حل جواد بدلا من حيدر في المكان، جواد الذي ظل متأرجحاً في مواقفه وحيرته بين إغواء فرج وطيبة آل هاشم. أنا خالي. السلام عليكم. السلام. حياك الله. شلون أنا خالي؟ شلون؟ شلون صار؟ أدور عليك لبيب. حياك الله مية. مساعدك. لبيب استريح استريح. مصطفى وينك؟ شاي وما يجي. شلون خالي؟ شلون؟ الله بالخير. شلون أخبارك؟ بخير. الله يحفظك. الله يسامحك. هاي صورة عمي فرج البارحة علق. شنو ابوي؟ لا حول ولا قوة الا بالله. شلونك خالد؟ الحمد لله. يعني معقولة جواب؟ معقولة؟ شنو السالفة؟ أنت ما تقول لي شنو السالفة؟ شنو خالد؟ يعني كل هذا اللي صار، وين تربات السيد هاشم؟ وينها؟ شوف، أنا عندي موضوع جداً مهم، موضوع الورث عوفة على صفحة، هذا ممكن ينحل. شايف هذا خالد. تسلم. والأمور الأخرى اللي صارت كلها سهلة، كلها ممكن تنحل. بس أكو شغلة مهمة يا جواد، شغلة زينة. يعني معقول؟ أنت وين كنت راضي؟ حسان الولد ما له علاقة بيهم، لأنه لا يعرفون سيد هاشم ولا رابين ويا سيد هاشم. بس أنت وين كنت راضي؟ يعني شنو انت ما تعرف زينب لو ما تعرف تربية سيد هاشم؟ يعني الله يقبل هسه حيدر واخته زينب يومية ببيت؟ عيل ابو زايد، عيل ابو زايد. بوي الكلام ما موجه لك، انا جاي احكي ويا جواد. اي بوي ويا جواد، بس انا داس اسمع اسكت. اي عمي احنا ما يشرف ان اسم زينب يجي فرج. فرج شنو دليل زينب ما فيها؟ عندك دليل طبي؟ عندك كاميرات؟ بوي بس اسمعني، هذا موضوع انت بس من رخصتك،
هذا موضوع انت ما تعرف بيه. زين، الشغله شغله شرف مو لعب، لا شغله ورث ولا شغله كتل ولا شغله محمد ذاك اللي نايم بالمستشفى واللي هو عوديابه رجلخت الشفيه جواد. زين، بس شغله الشرف هاي تلطخكم كلكم ترى، خاف ما تدري. كريم انا مو شريفه وما عمي، عيب هذا الحكي. والله العظيم عيب هذا الحكي، هذا بهتان. انت شنو دليلك؟ انا عندي 100 دليل. انا عندي عندي كاميرات، انا عندي طب شرعي، انا عندي قاضي هو اللي راح يفصل بالموضوع. بس مال انتم تلطخون البنيه بهالطريقه هاي، ترى خاف عبالك الموضوع هو متعلق بسيد هاشم وولده. عمي ليش انتم منين انتم؟ ها؟ هو فرج منين؟ فرج منين؟ عمي ما يفتح شديدة ما حد يعبينه ترى. خذ واروح مكانك. لا حول ولا قوة الا بالله. زين هاي عمو فرج وسام خبر عنه فاتحة واخوانك ذولا معقولة حتى الفاتحة ما تحضرها يا جواد؟ صدق كذي؟ ولك وين صايرة هاي؟ هسا الجماعة بالله ما عليهم عتب. ليش وين ما عليهم؟ ما عليكم عتب عمي. انتم عندكم طلابه ويا سيد هاشم ويا ولد سيد هاشم، والله يعلم انتم شنو دوركم بكتله الولد. احنا حق. شنو حق؟ شنو الحق؟ احنا حق. بس شنو يعني انت القاضي والجلاد؟ احنا حق. بعدين انا اريد الكبير احكي وياه. شوف لي فرج او واحد من عمامك احكي وياه. هاي قضيه شرف وعيب عليكم تلطخون البنيه بهالطريقه هاي. من البدايه قل لي وانا اخلي خاور ابوي يلا. لا لا هذا الحكي الزايد كله. حكي زايد. خاف الفرج. ما اريد نسير. هذا يا بابا عمي حلال الوادم هذا اخذتوه من هذا الفج لهذا الفج. اسمع انتم تصدقون تكذبون. ابوي هذا ستار المحامي جاي يريد يحكي وياك. لا يحكي وياي ولا حكي. جلس باقي. يلا طرد يلا ابوي. يلا ماشي ابوي ماشي. يلا عم توكل بالله. احترام لي بدون مطلوب. مسهر توكل بالله. توكل بالله ابوي. ايش بيت؟ يلا ابوي. مسهر بس انت لما جاخر اسولف لك جاي المحل علينا. يلا يلا عمي خلص. يلا يلا عمي يلا هوينا هوينا. ايش بيت؟ عمي يلا لا تمد ايدك. مسهر هذا محامي ابوي. هذا محامي فر علي نفر. وخيش عني وخيش عني. وخر عني ايش؟ يلا عمي. يلا يا ابوي. الله وياك. توكل. توكل بالله. توكل بالله. ايش فيك؟ شنو خبر؟ اعطيك الميدان. ايش فيك؟ توكل بالله. اسكت بالله. توكل بالله. يا مزهر ايش فيك؟ مزهر. خليه يطلع. مزهر. اي خليه يطلع. اسكت. مزهر. رجال كبير ايش فيك؟ هذا محامي يظل لي فرع علي انا بس وخر عني. وخر عني هاشم. هو لا الرجال وخر عني. وارده هنا. يلا يلا اطلع برا. يلا يلا. اي خليه يطلع برا. يلا. اطلع برا عمي. شوف بس ما. لا تفرحون بهاي القعده بملك سيد هاشم. انا ما هددك. اسمعني انا عندي وكالات من كل الولد قسما بالله. اذا ما طلع حق سيد هاشم وولده العدلين والانكتلوا اذا ما طلع من عيونكم انا مو ستار. هاي وحده واللي يمس شعره من زينب. شوف اللي يمس شعره من زينب لو من حيدر ترى انا جبيله. انت جاي تقدر تفعل. يلا ابو يلا 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 جواد يلا اخذ خالك وطا. يلا يلا قاعد تبمحنا جبيني. مع الاسف جواد ارجع شغلك. يلا ارجع شغلك. تعال مصطفى وياه. ما هذا هاشم روح كمل الحسابات. روح يلا. ما هذا ظني. واخر درج من بالنا حيد. يابا سمعتوا؟ ستار الخايس رايح للمحل للدوار. اي لما بدي حاكي ابوكم للولد قلت لهم شحتوه. شيل سموه زهري. يا ولي ستار. هو ستار شو عم قاعد يلعب فيلم؟ لا صدق بروحه. ها لبال انسى انا صاير محامي. لا حوق عقب حلشي. عنده محامي
زين محامي موجود؟ محامي ايش؟ ذكرني بيه مو تاريخه كله عندي. ستار ستار اخوه اسمه هذا اخوه تذكرني بيه شو اسمه؟ اه جليل ابو كرار هذا هم قوي ترى هم قوي قوي ياثر عليه ابو محمود نعم نعم الله عليك قل لي وين نلقاه جليل؟ موجود ايش مالك خنست؟ عبد اهله عبد اهله ايش بيك خنست؟ لا تخاف لا ما انا كنت صابر قاعدته خليها علي وهو يجيبها هذا زلنا رجل ورا رجل قدام لا لا والنعم من عنده والنعم من عنده لا قاعدته بعد صابر وما منتبه لك لا لا خفت بعد خفت حس مالتك هواي ها؟ خفت خفت يقضن يقضن ويا عبد اهله عبد اهله يلا مشونا يا الله شوفه يا رحمن سير علي يا الله وين عبادي يلا خالد يلا لا صباح وجدي بس انا شنو داره ها تحقق كل شيء مون لا ستار جاي يريد يحاكيني قال لهم وين ابوكم للولد خايس علمني بسوالفه يلا ابو يلا 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 ويلك هذا ويلك هذا يلا يلا ويلك النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا وين ابو نافع وين ابو بس تعال شوف المصيبه وين دخلتني والله العظيم تعبت بس على الحسينيه هسه خط واحد مقطوع بس على الحسين لا مقصوده صدقني مقصوده هذا العمل ولا شنو معناها معناها شنو شنو هالتوقيت هذا توقيت وين دخلتني وكانه اقف بالباب يتفاوى دخلت الناس طفى والله العظيم انا وصلت الى مرحله انه اقول يعني الشيطان يوسوس ونحن ما نشوفه يعني شيطان بس هذا ظاهرا يعني شيطان ظاهر جاي يثير الفتنه ويثير الصراع داخل العوائل الى ان وصلنا لهذه المرحله قاعدين بفاتحه يعني تعتقدون انتم هسه هذه اخر فاتحه انا هسه ما اريد اكون متشائم
بس تعتقدون انه هذه اخر فاتحه راح نقعد هنا؟ يجوز بعد يومين ثلاثه فاتحه ثانيه وفاتحه ثالثه وفاتحه رابعه. لازم اكو 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 وقفه يعني جاده امام هذه الشخصيه. يمو خلص تعبنا يعني يا اخي، ما يصير هيك شيء. كانت العوائل كلها هادئه وعايشه هدوء وبسلام، ما انجت هذه الشخصيه تهدم كل شيء وتحول هذا التاريخ الجميل والحلو لهذه العوائل الى تاريخ من الدم، وناس شارده وناس لابده وناس ما ادري وين، وناس خايفه على مستقبلها وعلى جهالها. طلعت هاي اخويا يا الخربت لما تحكينا حكينا، ايش ما انت بحسبنا بجانا هي المقبرة ويبيتك اخوان. طيب خويا سيد هي المقبرة ويبيتك اخوان اخوان، نفس الوجع متروسني يا شاب. بعد اخونا حسن وصاحبنا يا صديقنا يستاهل الى حق علينا الى حق الهواجها راح مظلومها. خويا يا الكرهتنا بطاري الالوان يا الكرهتنا بطاري الالوان، عفي على قلب الرايح غسل الوجه يا الله، يلا خذ يلا سمو بالرحمن علي شمت جايه علي شمت له، يلا هو اللي تعب يسوي ما نفهم يلا باكم يلا يلا دي مشاعر سموه يلا يومكم زين جماعة حسينية القربان انعم الله عليكم دامت وجزاكم الله ألف ألف خير من خدمة، وهذا دين برقبتنا. لا العفو خدمة العفو. وانت سيد قائد خويا ما قصرت ولا يهونون جماعتك، كلنا احنا قصرنا اللي قدمتوه ترى ما حد مسوي. نعم الله عليكم، هذه وقفتكم ما راح تنسي. هذا واجب علينا حجي أبدا، أكثر من واجب صار أكثر من واجب. وعلى فكرة أنا من وجهة نظري هاي وايد يجوز الجماعة يأيدوني بيه، هذا تحدي الفرج، انا هذا اللي اشوفه. اكيد انتم وقفتكم هاي لذلك ما تنسي. ورقية خادم الحسين وهذا اقل واجب الخدمه. ربي يحفظكم ان شاء الله. الله يحفظكم وبارك الله فيك. بارك الله فيك. ما قصرت. ما قصرت. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يسلمك. الله يسلمك، حياتك الباقي حبيبي، الله يسلمك، حياتك الباقي يا قلب. يا سلام مستقيم. السلام عليكم. الله بالخير عمي. السلام شلونك؟ الله يسلمك. الله يسلمك. ونيم. الحمد لله. الله يسلمك. يا مرحبا. انا اسف يا اخاف عليكم ان شاء الله ما بشي لازم اوصل بالكم سالفه طويله اريد احلها وخلاص ودي تروح للشطره وديك للشطره خطر عليك سالسه تبعوي يعني لا تخرج
زينب ليش ما تخليها هنا؟ ليش ما ارتاح؟ اذا مو ما ارتاح خليها هنا. ان شاء الله هسه بس اجوز اكمل وارجع لكم. انا اقول يلا ما قصرت وياي. الله يعافيك. وخليتك موقف صعب على شو وقت الله؟ لازم نطلع. وين تطلع؟ لازم نطلع منها. انت تصلي بورا؟ اي والله. لازم اروح للشطرة ولازم اوصل بالكاميرات وسالفة طويلة وهم يلا. اخوي اذا عاي كاميرات بالعباس منا منقرا تصعد اروح للشطرة وفاتح لك كاميرا لحد ما اوصل بالكاميرات. بس ابقى انا ما دخلك غير اخوان احنا يا اخوان. ما اريد اذي احد انا ما اريد ضميري يتأذى فوق الضيم اللي بيها. حيدر والله العظيم امن مكان لك هو بيتك. تدري انا ليش اريدك بالله هنا؟ ارجع لكم ان شاء الله والله ارجع. بيتك هذا حيدر. حيدر حبيب احنا هسه اهم شيء نبعد قدر الامكان. ليش ما اروح لبغداد؟ يا بغداد انا مستعد اوديك. انا بدي اشرب دانه بس مؤقت مو موضوع. لا والله اريد احل السالفه ما اريد اطلع من الولايه. شلون تنحل غير نهدئها اول شيء؟ لا نفهم. يلا نروح للشطره. لازم نروح للشطره ونوصل لنا بالكاميرات. ما ادري يعني انت اختك وياك وتفتر انت يعني مشكله. لازم موضوع الكاميرات لازم نروح واحد يعلمها. اي واحد من عندنا سيد واحد من عندنا. والله انا مستعد. موضوع الكاميرات محلول بس مشينا نروح للسوق. ما عاد ارجع للسوق. الوضع مو زين بالسوق سيد. يا جماعتنا هناك والبيوت كلها انتظرت. يا عيالي متوقعين متوقعين. جعفر احنا غير بيتكم مو زين. طيب ما ادري انا ما صبرت شلون اروح يعني يقدر يحاكيهم. والله شو اقول لك؟ يحاكيهم انا بنفسي ما اعرف. هو يبدا يتواصل وياهم يقدر يحاكيهم. ما اعرف موقفه ما اضمنه زين. خلني نشوف. تنشر ايه شنو القصه؟ سويها بس قسمه نشو شو نسويها مال راي عام وخلي العالم تفزع يدرون شنو قالوا قتلوا ولدنا. شنو قالوا؟ اي قتلوا ولدنا واكو واحد شارد. بس احنا نريد نفضل سالفه. خلنا ننشر العالم تدري بالسالفه يفزعون. غير من صريح عباس العالم صدق اللي تريد. صدق السلسله يجرح السلسله شنو تساعدهم ناس تعرفنا بالزبط. حيدر ابويا اي تعرفنا حتى السوشيال ميديا. لا يعني اخويا ظل يعني محتار دايرين بس سوى بس اسمع ما ادري يبون يطبون عليه. الموضوع هسه هذا بعد ثاني. احنا هسه نريد نلقى حل. حل هو حلنا بالكاميرات. احنا شلون نحمي انفسنا على ما نلقاه؟ اسمع يا ابو بس صلي على محمد. صلي هذا الحل مو مالك. اروح لك فيديو. حيدر شنو الحبوب؟ يلا شلون الحبوب؟ يا ابو غير محرم اي الحبوب جماعتنا هناك مواكبهم كلها. انا قصدك مسل هوسي ما شايف هالقطعه مال خائف ولا اسنان الحريه كبار هالموكب مالتنا خيمه يسوون بها تشابيه. هم جماعتنا نص الحبوب. شنو هوسي؟ الطريق ما نطلع منها الحضارات. نطلع منها على السوق هوسي. ما حد راح يشوفنا. وبجد على العياده الخارجيه. زين انت عني العياده الخارجيه منو احنا نبون الحبوب يا اخوي؟ يعني نضيع بين الناس ويعمل شيء لك بالهوسه. بالهوسه وهم جماعتنا هناك المواكب يعني. انا راح اعطيهم خبر يحضرون لنا كل شيء. يحضرون ليله كامله ما دام مشددين يعني. هي بمحرم شو متشدد. انا متاكد الشرطه موجوده بالمكان يعني. ظلم بالموكب انا متاكد يعني. لو ما السوق انت قلت حيدر السوق انت مو قلت له. انا استفدت بس الحبوب. انا متاكد انا جماعتنا هناك مخابرهم مطمن يعني. راح نضيع بين الناس وعلي. عادي بنيه تجي للموكب وتقعدوا يعني ما عندهم مشكله. غير ما عندنا مصيبه. هم يعرفون عندنا مصيبه اكيد يعني. موكب هم جماعه جعفر مو جماعتك. المقصد نضيع مو بين بس. هي وقت ذروة الماركتين فيش بس ماهي شارعني على فستحوك. ايه لا خاصة بالحبوب كل شوية. بس احنا لا متأكدين من موضوع الحبوبي فخلنا نتوكل على الله ونضبط اتفاقاتنا وطلعتنا الليلة على هذا الأساس. ايه يعني ما توصل لهم احجاري قال لهم انه خلاص تفوين توكل للحبوبي.
هي ثماني كل نقاط احسن اخويا باس انا ما ودي حق الناس انا طبعا ما ادري حتى الموضوع امان لا انا ما وديك الناس ما شاء الله هاي يلا حميد حميد من أخوك أحمي 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 بعد إيدك بعد إيدك وجو 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 وين بقى ما فرق الله شنو هالطرق السوداء هذه ويا جميل ولك حاجه وين يروح وين يروح على كيفك على كيفي في اسف على كيفي وين يروح وين يروح على كيفك وين استحاجه كان استحاجه بدعمكم نابه وهو انجب لا لا ما غدوا من هزل بيها اوف اوف خلي خلي يا عمي ايش السالفه شهده عصبي ولك شهده اكله وجه الوادم وين يروحون نلقاهم خبر خابرت الظهر يشك ذا خابر خابر يشك ذا خابر يشك ذا خابر على كيفك خابر خابر بس هدي تعال عمر تعال مصطفى تعال عمي ذاك كل ساعة دق عليه شيك دق خابر من مصطفى مصطفى طي تليفونك أبو يا حيدر اختي الآن يلعب يا حيدر اختي الآن رجوه خابرة على كيف يا حيدر على كيف يا حيدر وي هدي شوية هدي بوي ما يضيع وين يروح شو. يلا انت فضها فضها صوتكم صوتكم عمي صوتكم ما يريد انا من دقيقه ما يريد ما جاي تخابر ولا ما جاي شنو ايش بيك بوي جاي دك دك صوتك عماد قواه الله شلونك وين صرت وهسه تموين انت وحيدر وين خابرتك الظهر ايش بيك قلت لك قل له جواد يريد يشوفك عماد ليش السالفه طول وتكبر خلي نحلها خلي نحل السالفة أنا باوع لي طاها جاي وياي ونقعد بس أرد أسولف وياه إيش قد بعد إيش قد يلا خوش هو شنو وجهه دق عليك نايم إيش بيك عماد غير أرد نحل السالفة يلا خوش يلا درباك على روحك ساعة ونص يقول وخابرك ساعة 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 واحدة وننزل للولاية بدون أسلحة اسمعوا الحبوبي هسه كله كاب ومواكب افتهمتوا له أنا يلا طشوا شنو هو الشيطان؟ أن الشيطان شكل إلى وجود صورة حيوان أن الشيطان يتصور كصورة كلموه صارعوه